المسائل، ما هو معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي أكفك آخره، حديث يا ابن آدم صل لي أول النهار أكفك آخره، يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. قيل أكفك بمعنى أحفظك، أحفظك من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. وقيل أعطيك كفايتك، أعطيك كفايتك في يومك هذا، والله أعلم.